تعالوا نتعرف على أبرز أخبارنا النهاردة. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هتنطلق فعاليات برنامج صيف قطاع الإنتاج اللي بينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي في 9 مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وده في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية ثقافتنا في أجازتنا. وبيحيي الفنان عامر التوني بمصاحبة فرقته المولوية أولى ليالي برنامج صيف الإنتاج الثقافي، وبيجد التوني بباقة من الأغاني الدينية والإنشاد الديني. النهاردة هيحيي الموسيقار خالد الكمار أولى حفلاته الموسيقية تحت عنوان شرقيات من موسيقات درامية، وده ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي لمكتبة الإسكندرية في دورته 21 اللي بتستمر فعاليتها حتى 31 أغسطس. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار الجولة الأولى من عمر المسابقة، هيلتقي توتنهام مع ليستر سيتي في تمام الساعة 10 ليلاً.